حلي تحلى. مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج حلي لحلك. اليوم فكرة جديدة وخبرية جديدة معكم رافائيل جابور وغيب محمد عباس. منو موجود معنا اليوم يحوم سافر بداعي الشغل. اليوم عنا لكم مفاجأة والنجم نسيم رايسي باستديوهات حلي تحلك، يعني حلقة والعانم، يعني حلقة نار. نسيم رايسي شو حابب تقول لنا، شو حابب تقول للجمهور لكل فانس تبعك بعد خروجك من ستار اكاديمي واللقب بايدك، شو حابب تقول لهم لك باول اطلالة؟ بونسوار بونسوار الناس تسمع فينا، الكل الناس تتفرج فينا. انا فرحان برشا اللي موجود معكم اليوم في برنامج حلي تحلى. وفرحان برشا موجود مع اخويا رافائيل في لبنان. وحب نقول للناس كل مرسي، للناس كل صوتت لي واللي فلت رافائيل على البيت. يلا لا على اللقب. اوكي يلا يلا ثانك يو الناس كل صوتت لي ومرسي على الاستضافه رافائيل، وان شاء الله نعدي وصاري حلو مع بعضنا. حلقتنا طويلة معك نسيم رايسي. ما ننسى مشاهدينا انه نحن ناطرين اتصالاتكم واسئلتكم للنجم نسيم رايسي. بريك ومنرجع. ورجعنا معكم مشاهدينا، نجم نسيم رايسي منور. وما ننسى الاتصال على الرقم 745-535. أي سؤال نسيم رايسي جاهز إنه يجاوب عليه مباشرة على الهواء. نسيم رايسي عندي لك سؤال. بالأكاديمي، خلال الأكاديمي أنت كنت دينامو الأكاديمي، وكنت من الأشخاص اللي تزيد علي حيوية وإيجابية، وكنت خلوق وخلاق و عيدك كيف؟ خلوق وخلاق. خلوق وخلاق نعم. وكنت شباك إيجابية، يعني كنت تعطي منفذ إيجابي أنت للشباب اللي يكونوا معك والصبايا. شو حابب تقول لشخص معين كنت عن جد تحبه من قلبك وتساعده من قلبك؟ شخص معين او رو يلا 3 4 2 بدا. يعني انا فرحان برشا اني اسمع الكلام هذا منك، انه يعني كنت محل ايجابيه للناس في الاكاديمي. بون الشخص اللي شخص او اشخاص ممكن يعني كنت تحبهم برشا. شو السؤال؟ كنت تحبهم برشا وكنت تحب انك تعطيهم ايجابيه وتكون حدهم. اوكي، هؤلاء الاشخاص يعني اذا انا يعني ارتحت حدهم واعطيتهم ايجابيه، يعني انا اصلا يعني بكون بحبهم برشا واني مرتاح معاهم. ونتمنى انه حتى بعد الاكاديمية يعني نضلنا يعني أصدقاء بهالطريقة، يعني من مش إنه البعد أو مسافة ممكن يعني بعدنا وتمكن نقص من صداقة. فينا ناخد منك أسامي بليز بالتحديد؟ إنه أسامي صعب شوي. ونسيم رايسي بيمتنع إنه يقول أسامي الأشخاص اللي كانوا قراب له. ليش نسيم؟ ليش بتخاف تقول الاسامي؟ ما بخاف اقول اسامي، بس انه يعني في كانوا في كتير اشخاص، برشا اشخاص كنت نحبهم، يعني برس كل من اول ما دخلت الاكاديمية، يعني ما فهمش انه الشخص هذاك يعني الشخص المقرب يعني كانوا كتير مقربين كلهم، يعني برس كانوا كنت يعني مع تعلقت طيبة مع ناس كل ما في اشخاص، يعني مثلا كما دينا، هايدي، رافائيل، يعني هول الثلاثة اللي سميتهم يعني برسك من أكثر الأشخاص اللي يعني قعدت معهم برشا أكيد هلأ هني عم يسمعونا. هايدي إيه. ودينا تحية لرافائيل وتحية لهايدي ودينا. شو حابب تقولن بهاللحظة؟ توحشكم برشا، وإن شاء الله يا ربي نجتمعوا قريب على قريب، وإن شاء الله يجمعنا عمل مع بعضنا الكل يا ربي.
نسيم رئيسي، ننتقل لغير أجواء، ننتقل لأجواء الفرح والشغل والعمل. شو آخر أعمالك نسيم رئيسي وشو تحضيراتك؟ وسمعنا مؤخراً أنك عم تصور فيديو كليب لأغنية بعد ما طرحتها بالسوق، إذا فيها نسمع اسم الأغنية، نعرف اسم الأغنية ونسمع مقطع صغير منها، وبليز بتمنى ما تتحفظ على السؤال. هو الأغنية يعني هو الإجابة صح يعني أنه كيف عرفته مثلاً بس يعني مثل ما قلت أنت يعني لسه ما طرحتش في السوق، وفي يعني فكرة فيديو كليب إن شاء الله في قريب، يعني بدينا في تصوير فيديو كليب، وقفنا على خاطر جيت لبنان هنا في الإذاعة معكم. و بليز فينا نعرف اسم الأغنية؟ ليش؟ انه حصريا بس على يعني برنامج حلنا لحلك تعمل سكوب يعني اسم الغنية، اسم الغنية بقول لك باخر حلقة اسم الغنية. لكن انتظروا معنا مشاهدينا باخر الحلقة، نسيم رئيسي رح يعلن عن عمله الاخير. حلو كثير، ابعث لي اياها على واتساب. ورجعنا مشاهدينا مع نسيم رئيسي. نسيم، شو اطيب اكل عندك؟ لازانيا. اوه لازانيا، انا بحبها كثير للازانيا كمان. انت كمان بتحبها كثير. لازانيا يعني احسن ما اكل عندي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الف الف مبروك نسيم رئيسي. إذا بدك تختصر إذا بدك تختصر كل اللي عشته بالأكاديمي وكل اللي عشته بالسر أكاديمي، بأي كلمة بتلخص كل هالمشوار؟ وشو فادك هالمشوار وشو ضرك؟ ونسيم رئيسي شو تغير بحياته قبل السر أكاديمي وبعد السر أكاديمي؟ بس هذا كله سؤال واحد؟ فيك تجاوبني على تقسيم وبلا عيط أحسن ما دعوصي. أوكي. انه تجربة ستار اكاديمي بلخصها بانها يعني حلم. يعني يعني حلم كنت يعني من اول مواسم يعني اللي بعد مره حلم انه يعني حلم حلم يعني من اول مواسم يعني 2 و3 و4 و5 كنت نحلم انه ستار اكاديمي يعني يكون اول بروجرام يعني نشارك فيه. ليه ناوي تشارك بكذا بروجرام غير؟ اول بروجرام تشارك فيه بس يعني اول بروجرام انا قبل فيه. سو حققت نصف الامنيه انه افوت على ستار اكاديمي وان شاء الله. لا اوريدي لا اخذت الاب يلا. اوكي والحمد لله حققت الفوز يعني. سو نحب اقول حاجه لكل المشاركين في ستار اكاديمي او يعني برا ستار اكاديمي اي بروجرام ثاني، خليوا ثقتكم في نفسكم كبيره، لكن ما يعني نحذركم من انه تزيد الثقه عن حدها. بدنا نسكر بدنا نسكر خالو. ما تخليوا ثقتكم في نفسكم تزيد اكثر من اللازم وما تخليوها تنحط ابدا. نسيم رئيسي، شو افضل بيرفورمانس اعتبرتها انت اديتها بالستار اكاديمي؟ فور مي افضل بيرفورمانس كانت وصفوا لي الصبر ام كلثوم، لانه من احسن الاغاني اللي نحبها في حياتي. ويعني عملتها في الستيج على مسرح ستار اكاديمي، يعني انه كنت اصلا قبل ستار اكاديمي نحكي مع اصحابي يعني لو تصوروا لو هالغنية يعني تغنت على مسرح ستار اكاديمي او شيء، وهالشيء تحقق حلم يعني ستار اكاديمي حلم بالنسبة لك؟ ما قلت لك حلم ثلاث مرات او سبع مرات. عن جد ما قلت لي حلم حلم. نسيم رئيسي منور الاستوديو عنا اليوم. ثانك يو. مشاهدينا بس انا ما بعرف اسمك. شو؟ ما بعرف اسمك. انا اسمي علاء. ناطر اتصالاتكم مشاهدينا على 905-335. مشاهدينا اي سؤال حابين تسالوه للنسيم رئيسي نجم ستار اكاديمي 11 ما تترددوا واتصلوا. نسيم كله الكم. لا لا نصه بلا كرشه. بنقول الو 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 الو. نعم انت على الهواء، مين معي؟ هاي استاذ علاء. اهلا وسهلا، مين معي؟ انا احمد. احمد شو بك زعلان يا احمد؟ انا
ما لقيت غدا بالبيت. سو زعلت. احمد عم تتصل يعني عم تتساءل علينا ولا كيف؟ لا انت زعلان؟ يعني معقول انه بدميل ساز لسه واحد يفوت على البيت ما يلاقي غدا؟ محمد شو حابب تقول له للنجم نسيم رئيسي؟ اول شيء بتعرفه للنجم نسيم رئيسي؟ اكيد بيضلوا ياكل، كنت بحضره كل الوقت. ايه شو حابب تقول له؟ نيالك على الاكل اللي كليته مسترك. يعني انت بتشتهي اللقمه استاذ شو اسمك؟ احمد. احمد لا انا بس انا اليوم بس ما لقيت. البارح خلصت البر. اتصلت لتقول ما في اكل ولا اتصلت لتقول له لتدي اعجابك باستاذ بالنجم نسيم رئيسي؟ انا اتصلت لقول له انه جسمك كتير بيعجبني. الباكس. وبدي يصير عندي جسم مثل جسمك وبدي اعمل رجيم لاوصل للجسم لانه انا وزني اكثر منه بشوي شوي بس مش كتير بس انه بدي اوصل لوزنه. اسألني عن الوزن. شو؟ قد ايه وزنك استاذ احمد؟ مش كتير تقريبا 450 380 بهذيك المنطقة. نشكر اتصالك استاذ احمد وبنرجع لاستوديوهات. رخصة غنية. All hands on deck والعاني مع مابل. بنقول تحية كبيرة لمابل جديد من لبنان. تحية كبيرة 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 لأحلى مابل وأنا اشتغلت لها شخصيا. ويقبرني موديلك. ويقبرني قلبي بموديلك ما أحلاك شو بحبي ودخل قلبي وروحي ما أحلاك وكل شيء. نسيم رئيسي شو حابب تقول له لأحمد بعد ما اتصل فيك وحابب يكون جسمه مثل جسمك؟ شو الإرشادات اللي بتعطيها ليكون جسمه مثل جسمك أستاذ أحمد؟ أستاذ نسيم. أحمد إن شاء الله يكون يسمعني وقول له إنه يعني وزنه مش برشا يعني مش كتير وزنه 450 يعني شو 450 عادي. إنه بس لازم يأكل وجبة الساعة 8 وجبة الساعة 10 وجبة الساعة 11 وجبة الساعة 12 يرتح ساعتين بعدين يأكل الساعة 2 ويأكل الساعة 4 وساعة 5 يرتح ساعتين وبعدين يعمل وجبة الساعة 6 الساعة 6 والساعة 7 والساعة 10 وبعدين يخلي 3 سوايع قبل ما ينام وبعدين يروح ينام وأكيد ينوع في الأكل يعني بين حلو وحادق وكيك وشوكولا مثل هالاشياء بيصيروا جسمه مثل جسمي بس هيدا الشيء. اتمنى انه كون نصيحتي يعني فادت احمد وان شاء الله ياخذ بنصيحتي. شكرا النجم نسيم رئيسي ثانك يو لوجودك معنا اليوم واذا حابب استاذ نسيم انه تقلنا اسم الاغنيه وتسمعنا مقطع صغير منها نحن نكون على اكثر قمه من الانبساط. اوكي مدام يعني اصريت ان الاغنيه شو اسمها الاغنيه اسمها دابا جيبك ليام وهلا رح سمعك مقطع منها ان شاء الله. والله هي مش لامير غازي الامير. ما احنا عملنا لإعادة تاهيل. يعني ليش خربت البروجرام ان شاء الله. اوكي يعني شو بدي اعطيك غنية ولا دابا جيبك ليام اختار غنية ولا يلا اوكي. لا 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 دابا جيبك ليام الله وتندمي يا غدارة كيف نسيت الأحلام دابا تذوق المرارة رسمالي غير كلام والحب فيك خسارة عيشتيني الوهام وتعرّت الستارة سيري صافي سيري شوفي لك واحد غيري ما غاديش نرجع لي مهما قاعدي سيري صافي سيري شوفي لك واحد غيري ما غاديش نرجع ليك مهما قاعدي
ثانك يو نجم نسيم رئيسي، اخذنا العالم الخاص استاذ نسيم. مبروك الاغنيه وان شاء الله بتصور لها احلى فيديو كليب. ثانك يو. ما تنسوا مشاهدينا التنين الجاي بنفس التوقيت، الى اللقاء ودمتم برعايه الله.